السلام عليكم. أنا طلعت على ليبيا عن طريق الحمزات مقر الزراعات عن طريق سيف أبكر. طلعنا على ليبيا مضينا، أنا مضيت شهرين هناك وتصاوبت ورجعت، عندي عطب 40% بجسمي. لما رجعت على سوريا لا رضوا يعالجوني، لا يرضوا يقدموا لي أي حقوق. أتواصل معهم مشان العلاج، يقولوا لي يجي قائدك، قائدك بليبيا يعني يموت الإنسان مشانهم. لبعد شهر أعطوني راتب ما يقارب 7700 تركي، دفعتها ودخلت على تركيا لكفي العلاج. الراتب الأول دفعته لكفي العلاج بتركيا. بعد شهرين ثلاث كمان أرسلوا لي 9800 ليرة تركي، كمان دعم نفعهم هون نتعالج فيها. إجا الراتب الجديد، تواصلنا معهم أعطونا رواتبنا بدنا نكفي علاجنا. قال لا، أنتم ضليتوا شهرين غاد ما عاد لكم أي راتب أبدا. قلنا له نحن مصابين عم نتعالج. قال ايه تعالوا هسه نحجز لكم موعد على المعبر عشان ننزلكم وتعالجوا. كلام مين هذا؟ كلام شاب اسمه احمد الدج، هو اللي سلم الرواتب بحوار كلس. كيف نرجع؟ كيف ما نرجع؟ وليش وما ليش؟ ما رضي اي يعطينا اي حق واي باطل. انتم ما عاد لكم رواتب ولا عندكم اي حقوق، اخذتوا كل حقوقكم كامله. هذا النصب تبع سيف البكر، احمد الدج قائد الحمزات بشكل عام. طبعا انا راح اطلع على الاعلام التركي واقدم كل هالاخبار هاي. تركيا هي اللي تصطفل فيهم.